نفايات A to Z Services دورة شارع كرومو 01-259-259-70-341-555. الثانية والربع في صوت لبنان، نحييكم ونقدم نشرة للأخبار مع إلان صغيب عيسى وشادي عقاد. العناوين: عام جديد يبدأ مثقل بالهم الاقتصادي ومفعم بأمل التغيير. الراعي في عظة رأس السنة: يجب تغيير النهج المخصص في العمل السياسي. اليابان تصف كارلوس غوسون بالجبان بعد فراره إلى لبنان. المعتصمون بدأوا بالانسحاب التدريجي من أمام السفارة الأمريكية في بغداد. ماذا سيحمل لنا العام 2020؟ سؤال يطرحه اللبنانيون مع إطلالة العام الجديد وأفول عام حفل بخيبات كبيرة وبآمال أيضاً. العام المنصرم شهد بداية أزمة اقتصادية تنذر بالتفاقم وسط تخوف من الوصول إلى العوز الفعلي. العام 2019 شهد أيضاً أسوأ أنواع الفساد والهدر والنهب، ما أدى إلى الانهيار الحالي وتمنع الدول عن تقديم المساعدة إلا بعد سلسلة إصلاحات. نحن الآن أيضاً أمام أزمة حكومية بعد استقالة سعد الحريري وتكليف حسان دياب، وسط تطورات إقليمية تشير إلى أن لبنان هو في قلب الصراع الجاري بين الولايات المتحدة وإيران. لكن الأمل بزغ أيضا العام الماضي مع الانتفاضة التي ولدت ذات مساء من 17 من تشرين الأول، ويؤمل أن يثمر هذا الأمل بداية تغيير حقيقي في سبيل لبنان أفضل وأجمل. الاحتفالات بعيد رأس السنة عمت كل المناطق اللبنانية، فيما أقامت الثورة احتفالا مركزيا في ساحة الشهداء، وفي طرابلس سجلت 3 إصابات بالرصاص الطائش بينها إصابة خطيرة بالرأس. قوى الأمن الداخلي أعلنت أنه لم يسقط أي قتيل في حوادث السير ليلة رأس السنة، إنما جرح عدد من الأشخاص، وأشارت إلى إصابة 5 أشخاص نتيجة إطلاق النار في الهواء في الإبة والمينا وساحة النور وأوتوستراد السيد هادي نصر الله وشويفات، وأوضحت أنه تم توقيف 4 من مطلقي النار والاستقصاءات مستمرة لتوقيف الآخرين. المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان هنأ العناصر المشاركين في التدابير الأمنية وتنفيذ خطة الانتشار على الجهود التي بذلوها والإجراءات الميدانية التي قاموا بها، وخصوصا على الطرق لتسهيل أمور المواطنين والسهر على راحتهم والحفاظ على السلامة المرورية. البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي أمل في عظة العام الجديد في خلاص لبنان من الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، داعيا إلى تغيير نهج المحاصصات في العمل السياسي، ومؤكدا أن لا عودة إلى الوراء. الشعب اللبناني الذي يعاني من الممارسة السياسية التي أوصلت وطننا إلى الهاوية اقتصاديا وماليا ومعيشيا، وحرمت أكثر من ثلثه بهجة العيد بسبب فقرهم وعوزهم وحرمانهم. باسم الشبيبة المنتفضة العابرة للطوائف والمذاهب والأحزاب والمناطق، والتي تصرخ منذ أكثر من 70 يوما بصوت واحد مطالبة بحكومة اختصاصيين ذوي خبرة وإنجازات متحررين من وطأة ضغوط الأحزاب لكي تتمكن من انتشال الدولة من قعر الحضيض الاقتصادي والمالي والمعيشي الذي أوصلته إليه ممارسة المسؤولين السياسيين، إذ كان همهم الأول وحيد مصالحهم وأرباحهم.
غير المشروعة فأفرغوا خزينة الدولة. لا نستطيع بعد اليوم قبول مثل هذه الممارسة، فالشعب بكباره وشبابه يقف بالمرصاد ولا عودة إلى الوراء، ولذا يجب تغيير النهج المحاصصة في العمل السياسي. متروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس المطران الياس عودي أكد أن القانون وحده يحمي من الفساد. إن الفساد الذي يريد الجميع مكافحته عندنا وليد الفلتان والفوضى وتخطي القوانين واستغلال النفوذ. القانون وحده يحمي من الفساد، يعني ما في معاقبة. واحد شوي غني لازم يفوت الحبس، بعد نص نهار بيصير برا. إذا فقير معتر بيضل شهرين، ما عم تلاحظوا هيك؟ فإذا نحطه وينات، روحوا عند طبيب بيفهم. القانون وحده يحمي من الفساد لأنه يخيف ويردع. النائب الياس حنكش عايد اللبنانيين بالسنة الجديدة وكتب عبر تويتر: في العام 2020 ما في رجعة للوراء، رح يخلق لبنان الجديد. النائب أسامة سعد غرد عبر تويتر قائلا: إن رفض الواقع وكسر قواعده البالية وبناء قواعد جديدة من اشتراطات التغيير الذي يصنعه البشر وعائده حكما لمصلحة كل البشر. الثورة انطلقت في العام 2019، فما هي التحولات التي مرت بها وما النتائج المنتظرة؟ تقرير أعدته مجدولين عيد. لم يكن 17 من تشرين الأول يوماً عادياً كغيره في رزنامة 2019 التي حملت في طياتها غضباً موجعاً، إلى أن انفجرت ثورة وقلب الشعب اللبناني الطاولة على منظومة الفساد. أزمات متلاحقة وإفقار مقابل إصلاحات واهية بمسكنات عبارة عن تسويات ومحسوبيات تتخذ كحصان طروادة استحقت ثورة، وحدت الساحات والطرقات وقربت المسافات. فما الذي حققته على الصعيد السياسي؟ مدير مركز المشرق للشؤون الاستراتيجية سامي نادر أجاب عن هذا السؤال. أسقط نظام الحكم القائم أو عرضته بعد ما أسقطته، لأنه ما زالت أركانه متمسكة فيه وعم بتجرب تعيد استنساخه حتى لو بوجوه مختلفة، ولكن بعده نظام التشغيل نفسه، ولكن سقوطه حتمي، لأنه أول شيء بدفع من الثورة أنه العالم ما عاش بدي، وثانيا أنه سبب بخراب البلاد، ونحن رايحين إلى مزيد من التدهور الاقتصادي، وأيضا نظام وأركانه هم مسؤولين عن حالة الدمار الاقتصادي اللي عم نعيشه. أكيد سقطت قبل التفاهمات اللي ولدته، يعني لسيما ما يسمى بالتسويات والخروج عن روحية الدستور. نادر اعتبر أن الأفق صعب خاصة على المدى القريب جدا، من هنا ضرورة تشكيل حكومة. مسبباتها ما زالت قائمة لبل عم تتصاعم. هلا يمكن نشوف مشاهد عنفية أكثر، يعني ثورة الضناجر قد تكون غير كافية. جمعة شفنا يعني مشاهد ما ألفناها، فرعات بالمصارف، يعني وأنا برأيي رح نشوف أكثر وأكثر دورة عنفية، لأنه وصلت الأمور أنه العالم جاعي والعالم انسرقت وانهبت. قبل كانت نوعا ما بطريقة غير مباشرة، يعني محرومة من حقوقها الأساسية، اليوم محرومة من مدخراتها، خسرت أشغالها، خسرت رواتبها، خسرت قدرتها الشرائية، وبالتالي هيدي رح تدفع المواطنين لمزيد من اليأس، واللي بيعيش اليأس بيفكر انه كل شيء متاح له. ثورة الشعب خلطت الاوراق ورسمت مشهدا جديدا، بحيث استطاع رفع البطاقات الحمر بوجه السلطة السياسية ليسترد معها جزءا من حقوقه. مجدولين عيد، صوت لبنان. قضية كارلوس غصن الموجود في بيروت لا تزال تتفاعل. محمود شكر تابع الموضوع. تحول منزل كارلوس غصن في الأشرفية إلى مقصد لمراسلي وسائل الإعلام العالمية والعربية والمحلية. تصل الأطقم الإعلامية اليابانية التي تولي اهتماما بالغا وتبحث عن أي معلومة ولو صغيرة حول غصن وأين يسكن وكيف هرب
ومن سهل له الوصول إلى لبنان. حتى أن الدولة الفرنسية مهتمة أيضا بالقضية، فأطقم التلفزة الفرنسية ترابط منذ الأمس أمام المنزل بحثا عن أي خبر. هنا يتوقف السكان والجيران، منهم من يرفض الحديث للإعلام أو منهم من يتحدث عن المنزل الذي عادت الحركة إليه، ولكن لا يعلم أحد إذا كان غصن بداخله أو في أي منزل آخر. سيارة من شرطة بيروت تقف أمام المنزل بالإضافة إلى عناصر أمنية لشركة خاصة يرفضون الإدلاء بأي معلومة حول سكان الدار. من جهة أخرى اهتمت الوسائل الإعلام اليابانية بقضية غصن، واعتبرت أن هروبه عمل جبان يهزأ من النظام القضائي الياباني، ولكن بدأت خيوط الرحلة تتكشف للرأي العام العالمي. فنشر حساب ياباني متخصص بالطائرات حول العالم حركة طائرة خاصة من مطار أوساكا في اليابان إلى مطار إسطنبول، والثانية من تركيا إلى مطار لبنان يوم الأحد في 29 كانون الأول. ولكن تبقى كل الروايات تتضارب حتى المؤتمر الصحفي الذي سيعقده غصن مصر الأسبوع القادم، ويكشف فيه لغز الخروج ويتحدث عن الخطوات التي سيتخذها والمسار القضائي لقضية تحولت في بداية العام إلى خبر أولي له أبعاده الدولية في السياسة والاقتصاد والأمن. حتى أن الصحف العربية كتبت الرجل الذي هزم اليابان. من أمام منزل كارلوس غوتن، محمود شكر، صوت لبنان. أفادت وسائل إعلام عراقية ببدء الانسحاب التدريجي للمعتصمين من أمام السفارة الأمريكية في بغداد. الحشد الشعبي دعا مناصريه إلى الانسحاب من أمام السفارة، ولكن يبدو أن هناك فصيلا مواليا لإيران يرفض الانسحاب رغم قرار قيادة الحشد. وكان اعتصام لأنصار كتائب حزب الله العراقي أمام السفارة في بغداد استمر تنديدا باستهداف الحشد الشعبي، وأضرم محتجون النار مجددا بالسور الخارجي للسفارة وأحرقوا العلم الأمريكي، وأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، فيما أعادت القوات العراقية إغلاق المنطقة الخضراء في بغداد صباح اليوم. وتوعد الأمين العام لكتائب سيد الشهداء التابعة للحشد الشعبي في العراق أبو آلاء الولائي، توعد بالرد على القوات الأمريكية في العراق، وإذ هدد بمحاصرة معسكراتها ومقارها قال أن الحشد الشعبي سيحاصر ما سماها بسفارات الذيول لدول كالسعودية والإمارات والبحرين وغيرها. المرشد الإيراني علي خامنئي رأى أن من السذاجة والوقاحة أن ترى واشنطن كل الغضب العراقي ضدها هو بفعل إيراني. الرئيس الإيراني حسن روحاني أعرب في مجال آخر عن استعداد بلاده للتفاوض مع الولايات المتحدة في حال تراجعت عن مواقفها المعادية لطهران وعادت إلى نقطة البداية. وأقر روحاني بتأثير العقوبات وبسياسة الضغوط القصوى الأمريكية، مشيرا إلى أن طهران خسرت 200 مليار دولار بسبب العقوبات الأمريكية وبسبب عدم تمكنها من إدخال عائدات النفط والعملة الصعبة خلال العامين الماضيين. وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وصف الهجوم على السفارة في بغداد بأنه من صنع إرهابيين، أما فرنسا فدانت الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد. استهدفت غارات جوية عنيفة وسط محافظة إدلب شمال غرب سوريا صباح اليوم. أعلن مسؤول أمريكي لوكالة فرانس بريس أن الولايات المتحدة أرسلت 500 جندي إضافي إلى الكويت ليتم إرسالهم على الأرجح لاحقا إلى العراق. لفت وزير الدفاع التركي إلى تحضيرات إرسال جنود إلى ليبيا قبيل مناقشة البرلمان لمذكرة وقع عليها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في هذا الشأن. أفرج الحوثيون عن 6 أسرى سعوديين وتم تسليمهم إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر. ما هي أبرز الأحداث الدولية التي شهدها العام 2019؟ تقرير أعدته رئيف الملاح.
احتفيل العام 2019 بالعديد من الأحداث الدولية المهمة، ولعل أبرزها الضجة التي أثيرت في الولايات المتحدة الأمريكية لعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد ظهور وثائق قضائية تدينه بعرقلة العدالة. كما كان لافتا هذا العام تحسن العلاقات الروسية الأمريكية مقابل أزمة خيمت على العلاقات الأمريكية الصينية، مردها النزاع التجاري بين أقوى اقتصادين في العالم. أما على صعيد الاتحاد الأوروبي فكان المشهد المتمثل بقرار مغادرة بريطانيا مع بدايات العام 2020 للاتحاد الذي يعرف بالبريكست. أمريكياً صوت مجلس النواب الأمريكي إلى جانب عزل الرئيس ترامب على خلفية اتهامه بتجاوز الصلاحيات وعرقلة تحقيقات الكونغرس، فضلاً عن ضغوطات يمارسها على أوكرانيا، حيث من المتوقع أن يحال ملف التحقيق إلى مجلس الشيوخ للمضي قدماً بعزل ترامب بعد ظهور وثائق قضائية ضده تتعلق بعرقلة العدالة وبرفضه السماح بإدلاء شهادات المسؤولين الرئيسيين في قضية مكالمة الرئيس الأوكراني. وعلى خلفية ذلك شهدت عدة ولايات أمريكية تجمعات لمئات المتظاهرين المؤيدين لإقالة ترامب، حيث طالبوا بعزل ترامب الذي علق على مضي الكونغرس في إجراءات مساءلته وعزله قائلا سننتصر. الأستاذ في القانون ورئيس منظمة جوستيسيا الحقوقية المحامي اللبناني الدكتور بول مرقص استبعد في حديث لصوت لبنان أن يتم عزل ترامب وقال: اليوم المسار اللي عم بيسلكوا تجاه ترامب مجلس النواب، واللي هو معروف انه في سيطرة فيه للديمقراطيين، ممكن ما يفضي هالمسار امام مجلس الشيوخ، لانه مجلس الشيوخ مثل ما معروف بيسيطر عليه جمهوريين، وخصوصا انه بدنا تلتين موصوفين، يعني هودي الاصوات يكونوا بالمجلسين حتى يصير في ادانة، يعني حتى لو صار في احالة من مجلس النواب لا يكفي ذلك، يجب أن يصل ذلك بإدانة من مجلس الشيوخ اللي بيعمل شيء اسمه محاكمة ترايل. وهذه الأمور مرق فيها رؤساء أمريكيين قبل، مثل أندرو جانسون بال 1868، أيضا ريتشارد نيكسون يلي استقال قبل إدانته بال 74، حتى كلينتون بأواخر التسعينات أيضا. أما على صعيد العلاقات الروسية الأمريكية فقد شهدت تحسنا في العام 2019، مما سينعكس مستقبلا على مختلف الملفات السياسية والتجارية بين البلدين. وأخيرا وبالرغم من أجواء الأزمات العالمية التي شهدناها في العام 2019، لا يسعنا إلا أن نتمنى أن يحمل العام الجديد 2020 كل الخير والأمن والسلام لوطننا الحبيب لبنان وللعالم أجمع. رئيف الملاح، صوت لبنان. والآن إلى الأحوال الجوية مع عباس عبيد من مصلحة الأرصاد في مطار رفيق الحريري الدولي. الحالة العامة، طقس متقلب يسيطر على مناطق الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الخميس، يتأثر بعدها تدريجيا بمنخفض جوي بارد وماطر. الطقس متوقع في لبنان غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وتكون بعض الضباب على المرتفعات، ويبقى احتمال تساقط بعض الأمطار المحلية الخفيفة. الخميس غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، يتحول تدريجيا خلال الليل إلى غائم مع اقتراب منخفض جوي الذي يؤدي إلى انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، ويصبح الطقس صباح يوم الجمعة ممطر بغزارة أحيانا، ويكون مترافق بعواصف رعدية ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج بدءا من ارتفاع 1300 متر وما دون ذلك في المناطق الداخلية. الجمعة غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض درجات الحرارة وأمطار متفرقة، تكون غزيرة أحيانا ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر ويتدنى مستوى تساقطها ليلا إلى 1000 متر وما دون ذلك في المناطق الداخلية. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل يوم الأربعاء تتراوح بين 13 و19، أو الجبال بين 5 و9، وبالداخل بين 6 و10 درجات. إذن كان في النشر عام جديد يبدأ مثقل بالهم الاقتصادي ومفعم بأمل التغيير. الراعي في عظة رأس السنة: يجب تغيير نهج المحاصصة في العمل السياسي. اليابان تصف كارلوس غوسون بالجبان بعد فراره إلى لبنان. المعتصمون بدأوا بالانسحاب التدريجي من أمام السفارة الأمريكية في بغداد. من صوت لبنان استمعتم إلى نشرة للأخبار.
صوتك صوت لبنان.